كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع سعادة السيد عثمان صالح وزير خارجية دولة إرتيريا، حيث تناول الاجتماع آلية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتوثيقها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تحقق المصلحة المشتركة وتعود بالنفع على البلدين والشعبين. خلال الاجتماع هنأ معالي وزير الخارجية سعادة السيد عثمان صالح بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين دولة إرتيريا وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية في البلدين والمنطقة.